اخبار وتفاصيل مهمه في النادي الاهلي، تعالوا نعرفها بعد الفصل السريع اللي جاي ده، يلا بينا. الراجل في الملعب اهلاوي، 90 دقيقه على المكسب اهلاوي، العب لنادي الوطنيه اهلاوي، الفوز ده ليك حاجه عاديه اهلاوي. طيب تعالوا نبتدي مع حضراتكم اخبار وتفاصيل مهمه في النادي الاهلي، نستعرض مع حضراتكم التقرير ده واللي اتكلم فيه الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي والاستاذ مهند مجدي على هامش المؤتمر اللي كان عقده النادي الاهلي بالامس فيما يتعلق بالمعرض الدولي الرياضي للادوات والمنتجات الرياضيه. نتابع مع حضراتكم وبعدين نبتدي كلامنا عن اخبار وتفاصيل مهمه النهارده في القلعه الحمراء. الحمد لله، ده استمرار للدور المجتمعي والاقتصادي اللي النادي الاهلي بدا يقوم بيه. احنا في الاصل نادي رياضي زي ما كان بيتكلم كابتن محمود الخطيب، وفي نفس الوقت الدور ان احنا ناخد من الاعباء اللي على الدوله في حاجات كتيره قوي، ده دورنا، وفي نفس الوقت المساهمه المجتمعيه، الدور المجتمعي في حاجات كتير. احنا لسه كان من يومين كان موجود معانا الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، كنا بنتكلم في بنك المعرفه والتوأمه وبروتوكول بين النادي الاهلي ووزاره التربيه والتعليم، بنتكلم على المعرض اللي كنا موجودين في المؤتمر بتاعه من شويه مع معالي الوزير اشرف صبحي. الحمد لله كل ده بيؤكد ان ملفات كتير قوي شغالين فيها، وفي نفس الوقت بتساعد الدور التنموي للدولة والدور المجتمعي في نفس الوقت، وبراند النادي الأهلي وجوده في أي مكان بيدي ثقل للمكان ده وللمعرض ده، فبالتالي زي ما احنا بنقول برضو هتساهم في حاجات أكتر وأفضل، إن احنا نبدأ نشجع المنتج المحلي، ده يعني دخول المنتج المحلي والتصنيع المحلي في الحاجات الرياضية مهم جدا، بجودة طبعا إن شاء الله يكون جودتها عالية، بحيث إن احنا يبقى في دخل افضل للبلد، وبتقتصد في حاجات كتير قوي من النفقات اللي ممكن تحصل بلا اي داعي، وفي نفس الوقت في النهايه انت اللي ليك الثقل كبلد وكصناعه محليه من قديم الازل في الحاجات الرياضيه. طبعا هو ده الدور اللي النادي الاهلي شايفه دايما ومجلس اداره شايفه، ان هو ليه ان هو مش مجرد نادي رياضي بينمي دور البطوله في ابنائه منذ الصغر، لا كمان له دور مجتمعي وعليه العبء ده، وواجب وحق للمجتمع. موضوع المعارض الرياضيه والدوليه ده حدث احنا كنا شايفين ان وجود النادي الاهلي فيه هيضفي نوع من انواع المصداقيه، وهيخلي الموضوع يستقطب جزء كبير جدا من الشركات دي الاجنبيه والمحليه. لنا اهداف كتير جدا في المشاركه في الايفنت ده، منها طبعا دور مجتمعي بان احنا بنساعد مع وزاره الشباب والرياضه اللي هي بتتبنى فكره المعارض، وبتتمنى ان يبقى في معرض رياضي دولي سنوي ثابت في ميعاد معين يستقطب كل الشركات، لان مصر دلوقتي مجال الاستثمار فيها مفتوح وكل الدول عينها علينا انها تستثمر. كمان نلقي الضوء على كل الشركات غير الاجنبيه كمان المحليه اللي هي عندها منتج قوي جدا بس ما عندهاش الفرصه انها يتحط عليها التغطيه الاعلاميه المطلوبه، وكمان بنوصل او بندي فرصه للكثير من الهيئات والانديه العامه والخاصه والاتحادات الرياضيه انها تلاقي ضلتها في مكان واحد في فتره معينه. فدي من هنا جت الفكره وكدور نادي الاهلي في المشاركه في حدث زي ده. طبعا مش عايز اقول لك من مجرد ان النادي الاهلي اعلن ان هو الشريك الاستراتيجي في معرض زي ده، ردود الفعل من خلال اصحاب الشركات كلهم كانوا موجودين النهارده ومن قبل كده. انت عارف ان عضويه النادي الاهلي عضويه العامه وفي العضويات الفروع، ممكن تكون المبالغ دي طبعا عضويه النادي الاهلي دلوقتي بقت يعني رقم كبير جدا طبعا نتيجه ده قرار جمعيه عموميه طبعا، ونتيجه ان
النادي الاهلي بقى سلعه او حلم كبير لناس، لازم طبعا عضوته ما تقلش عن الرقم اللي موجود ده. فاحنا هيبقى موجود في الثلاث ايام للمعرض تسهيلات تساعد الناس انها تقدر تشترك في عضويه النادي الاهلي، لان طبعا الناس عارفه ان ما نقدرش تتغير الارقام لان دي بتبقى موافقه الجهه الاداريه وموافقه الجمعيه العموميه، لكن نقدر ان يبقى في تسهيلات بحيث انه قطاع كبير جدا من الناس اللي بتحلم انها تبقى اعضاء للنادي الاهلي هيلاقوا فرصه في الثلاث ايام دول ان هم يبقوا اعضاء في النادي الاهلي ان شاء الله. طيب عراقي وافهم ان الراجل ماشي يبقى له لقطه تحطها له ماشي، انما درويش لو ما طلعش قدام الكاميرا يتحرق يا جماعه. مش كده مش كده يا اخوانا، انت كترت في حياتي يا احمد كده، انت حبيت بتطلع لي في التقرير يا حبيبي، ده زياده على اللزوم. ماشي، لاسارتي بيعقد جلسات منفرده مع المرشحين للتشكيله الاساسيه امام الزمالك. الاسماء اللي هقولها لحضراتكم ديت الراجل يمكن اتكلم مع كل واحد منهم على حده، اذا كان سعد سمير ومحمد الشناوي وحسام عاشور ومروان محسن، الاسماء دي الراجل قعد معاها بشكل منفرد وبشكل خاص علشان نوع من انواع التحفيز، وكمان في تعليمات اكيد فنيه بتخص اللقاء ده. وعايز اقول لكم انه لقاءات القمه هي اللقاءات اللي بتشهد مولد نجوم، ده تعودنا كده طول عمرنا، واحيانا تشهد مولد مدربين وتخلق حاله من حالات الثقه والشعور بالامان مع المدرب ده. فلاسارتي وكريستيان جروس كل واحد فيهم الحقيقه عنده فرصه ذهبيه ان يستحوذ على عقول وقلوب جماهير كل فريق هو بيمرنه. ماتش القمه ده احسن حاجه واحلى حاجه بيتمناها كل لعيب كوره واقف على رجله، ويتمناها كل مدرب، ويتمناها كل جمهور بيحب فرقته وبيحب يتفرج على الماتشات اللي شبه كده. الاهلي انتوا عارفين ان النادي الاهلي دخل في تدريبات كلها بقت سريه. يعني ايه سريه؟ مش سريه، مش معروف معادها، سريه بمعنى انه مش مسموح بالتواجد الاعلامي ولا تواجد الجماهير فيها. فعشان كده كلمه سريه، سريه مش عشان المواعيد، عشان بس بوضح، لان انا العناوين اللي شبه يقول لك ايه زياره مفاجاه غدا بمشيئه الله في مش عارف، يعني ما فيش كده. لكن الخبر ده تحديدا هو له علاقه باللي انا بقول لحضراتكم انه التدريب السري مش علاقه بالموعد، انما له علاقه بانه بعيد عن اعين الاعلام وبعيد عن اعين الصحافه، كان في تركيز على الجانب الفني بشكل كبير جدا، ومحاضرة فنية كانت سريعة. وبعدين الفريق خاض تدريبات بدنية تحت إشراف أليخاندرو ومخطط الأحمال في الوقت اللي شاهد فيه المران تركيز لاسارتي على الجوانب الدفاعية. ويمكن الكابتن سيد عبد الحفيظ قال أنه مران النادي الأهلي خلاص هيبقى مقفول بالنسبة للكل، وقال أنه الأخبار بقى اللي ليها علاقة بالصحافة والإعلام سيتم نشرها بالتنسيق مع المكتب والمركز الإعلامي. فعشان بس حضراتكم تكونوا فاهمين، طب هو طب سري، طب جبنا المعلومة منين؟ أهو علشان تبقى يقول لك طب ما هو سري وهو مش موضوع انتوا اللي جبتوا، يعني جبنا عشان خاطر بالشكل الفلاني بالاليه اللي حضراتكم يعني قلناها لكم ديت. جلسات تحفيزيه من قاده النادي الاهلي للاعبين قبل القمه، تتكلم على الاسماء الكبيره الفرقه اللي في الفرقه، الخبرات شريف اكرامي، حسام عاشور، وليد سليمان. وليد ما عندوش حظوظ انه يبقى موجود، شريف اكرامي برضو نفس القصه. انما بنتكلم على احمد فتحي كمان، واحد من نجوم وقاده الفرقه وقلب ما شاء الله، قلب حديد. ان شاء الله نتمنى يكون له دور في الماتشات اللي جايه مع منتخب مصر. مصر محتاجه احمد فتحي الحقيقه، محتاجه قلبه وجدعنته ورجولته في الملعب وادائه الفني، مفتقدين ده كتير جدا جدا. اداء منتخب مصر النهارده، عشان كده بقول لكم ما تقلقوش وما تخافوش، انه اداء منتخب مصر ما كانش فيه الروح بتاعتنا، مش دي روح الاداء، مش هي دي، مش هو ده. العناصر بتاعتنا بالطريقة بتاعتنا ما كانتش موجودة. تتضايق، تخاف، وتبقى يعني عندك قلق لما يبقى كل العناصر دي موجودة وانت ما تبقاش كويس. يعني الاهلي بيستخدم المسكنات لتجهيز الثلاثي الشناوي وسعد وايمن اشرف لمواجهة الزمالك، مسكنات كلها للالام ومحاولات للدفع بيهم الثلاثه خلال اللقاءات اللي جايه ولقاء القمه تحديدا. احمد الشيخ وهشام محمد غدرو مران النادي الاهلي النهارده بعد الاصابه. احمد الشيخ هشام محمد غدر
ملعب التتش بسبب شعوره بألام في العضلة الخلفية. وأحمد الشيخ تعرض لكدمة كده في الركبة أثناء مشاركته في المران. وليد سليمان بيغيب عن مران الأهلي هو الآخر لظروف خاصة. وأخيرا وده خبر مهم جدا حقيقة بحيى عليه إدارة النادي الأهلي لجنة الكرة في النادي الأهلي، الأهلي يوافق على إعارة مؤمن زكريا مجانا ويشترط نهايتها في أغسطس. نوع من أنواع الدعم النفسي لمؤمن زكريا، النادي الأهلي رفض أنه ياخد أي مقابل مادي من انتقال اللاعب للدوري الفنلندي، فقالك نقف جنبه طبعا عشان الموضوع اللي كان حصل قبل كده في نادي أحد. كل شروط النادي الاهلي تبدو منطقيه جدا جدا، كان انه الاعاره دي تنتهي في شهر اغسطس بدل من استمرار اللاعب حتى نهايه المسابقه في فنلندا اللي هي بتخلص كانت في 12 اكتوبر علشان يتم قيده طبعا في قائمه النادي الاهلي للموسم الجديد. النادي الاهلي امبارح سيداته فازوا ببطوله افريقيا للكره الطائره، تعالوا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير وبعدين لسه عندنا اخبار وتفاصيل وكواليس هنروح للقلعه البيضاء نادي الزمالك.